انا امي جت صحتني الصبح وانا نايم على السرير، بتقول لي ميعاد الماتش وخلي بالك من التحفيز. قلت لها ايه تاني؟ مش الاهلي على الزمالك ده؟ قالت لي امي اطمن على ظهر النقاش. الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش. ابقى فرصه بيه وحياتك يا معلم. حكايات من كتر ما بفكر في اللي حصل لي باسم من سعد الثاني. ايفونا في وسط التلاته ويجيب وبسي. رحت لامي قلت لها تعمل لي بليله في طبق ازاز. قالت لي مش هعمل لك الا لما تطمن على ظهر النقاش. الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات او النقاش. حسين 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 شحات وطلع في الهوا هوبا. الزبون اتصمر في مكانه، الزبون اتصمر في مكانه، وادي النقاص اخد غيره ووقف، وقف في الهوا بعد ما طار في الهوا شاش. قال له تشرب ايه؟ قال له شاي. تشرب ايه؟ اشرب 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 شاي. اشرب شاي. وانك طمن على ظهر النقاز. الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات.